بسم الله تبارك الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا فيكم في قناة أمال إعلاو. اليوم إن شاء الله حتكون حلقتنا عن طريقة عمل عجينة البيتزا والصوص اللي تبع البيتزا. هلا إن شاء الله حنبدأ بمقادير عجينة البيتزا. طبعا عندنا الدقيق 6 كوب دقيق مع باكيت باكينج باودر، سكر 3 ملاعق، خميرة 2 ملاعق، الزيت الذرة 4 ملاعق، بيضة 1، 1/2 كوب لبن عادي أو لبن زبادي، المرجرينة الزبدة هي طبعا بتكون 50 جرام، معلقة ملح، معلقة خل. عندنا الحليب 2 كأس من الحليب بيكون دافي. طبعا هنبدأ هلأ بالطريقة. طبعا هنبدأ بوضع السكر على الحليب والخميرة وزيت الذرة ومعلقة الخل ونحركهم جيدا، ولا بنحط كمان البيضة وبنحط اللبن الزبادي، بنحرك المقادير كويس ونمزجهم مع بعض. هنا بنشوف الخميرة اتفاعلت، طبعا بدنا نبدأ نحط الدقيق بالتدريج وما ننساش معلقة الملح برضو بتنحط على الدقيق هي والباكينج باودر، منصير نحط بالتدريج. طبعا لو لقينا الطحين يعني مش لازم 6 كاسات ممكن ننقص. هنحرك اول حاجة في الخفاقة لو المضرب اليدوي، طبعا لحين طبعا هاي العجينة كتير كتير هشة وطرية، عندما يبطل المضرب يتقل نبدأ نعمل جنب بالإيد أو على العجانة. المتوفر عندكم طبعا بتعملوه بيزبط في أي حاجة. العجينة شوية تدليك بدها طبعا بتكون كتير كويسة، وأهم إشي تشوفوا اليونت العجينة عندما نخلص كيف. طبعا هيك هلا ما بنقدر نعمل في الخفاق اليدوي، بدنا نعجنه على ايدنا او على العجانه وبرجع لكم. طبعا بعد عجن 10 دقائق بنضل نعجن فيه 10 دقائق، شايفين العجينه بتلزق، ما بدناش نقول لا بتلزق ونحط كمان الدقيق، لا وما بدنا، بدنا نخليها كده. هلا بعد ال10 دقائق طبعا بنكون عندنا الزبده طبعا بحراره الغرفه، بنحطها على العجينه ومنعجنها لبين ما تتماسك مع بعض. معلش العجينة بتلزق، العجينة السائحة مش مهم، احلى حاجة العجينة لازم تكون بالشكل هذا. عندنا لما حطينا عليها الزبدة طبعا هتمسك قوامها، ولما تختمر بنشوفها طبعا كيف. هنضلنا لبين ما تتجانس كل الزبدة مع العجينة، طبعا زي ما انتم شايفين بنضلنا العجينة عليه. معلش هنلاقي العجينة طرية زي ما انتم شايفين، معلش هنديرها فيه ونغطيه ونتركه لمدة ساعة. قليل من زيت الزيتون طبعا زي ما انتم شايفين، و4 دروس توما مهروسين، بدنا نحركهم لحد ما تطلع الريحة بتاعتهم تكون تفوح ريحتهم. طبعا كده بدأ ياخد دروس التوم لون. طبعا هلا بدي اجيب قطع صدر الدجاج، انا طلعت عندي قطع صدر دجاج، طبعا نحطه خليه ياخذ صدمه مع زيت الزيتون والثوم. رح نقدر نقلب لبين ما كل الميه اللي بيطلعها الفراخ تروح. وهلا بدنا نحط البهارات، عشان عندنا طبعا معلقة صغيرة ملح
وعندنا معلقة سبعة بهارات، وعندنا فلفل أسود نص معلقة، وعندنا بهار الدجاج بنحطهم ونحرك ونضلنا نحرك لحد ما لون الفراخ صدر الدجاج ياخذ لون الذهبي وبتتشرب كل ميته. بنفضل نحرك لحد ما قلنا الدجاج ياخذ اللون الذهبي. هلا شايفين تقريبا الميه اللي سايل سلك من الدجاج كله راح اختفى، ولا بدا ياخذ اللون الذهبي. طبعا هلا بدنا نشيله من المقلب، طبعا بنفس المقلة وعلى نفس الإدام مرق المية الدجاج بنحط الفلفل الحلو. طبعا نضيف عليه كمان شوية زيت زيتون ونقلب فيه لحد ما يتغير لون الفلفل لون الفلفل الحلو. طبعا زي ما انتم شايفين ابتدى يتغير لون الفلفل الحلو. هلا بنعاود تاني وبندير صدر الدجاج على الفلفل. طبعا ريحه ما شاء الله بجد تستاهل تشموها وتذوقوا منها كمان. هلا ضايل علينا نحط بعض منكهات على صدر الدجاج والفلفل الحلو. في عنا بحب دايما احط انا دبس الرمان، طبعا بمقدار معلقه صغيره وكاتشب. معلقه برضو ونحرك تقريبا لمدة 3 دقايق. طبعا بهيك بنكون انتهينا من خلطة الدجاج. هي الخلطة كتير بنقدر نستفيد منها برضو في الحشوات للفينو، لأي حشوات احنا بدنا نعملها بدون غير البيتزا كمان. هلا بنسيبها تبرد وبنحطها على جنب. بنحط معلقتين من صوص البندورة معلقتين كاتشب ومعلقة خل ومعلقة بابريكا. طبعا البابريكا بتديها نكهة. نحرك كويس. طبعا هلا بدنا نحط معلقة فلفل أسود ومعلقة بصل بودرة صغيرة طبعا ومعلقة ثوم برضو بودرة ومعلقة ملح ونحركهم. هلا بدنا نحط معلقة ممسوحة من السكر ومعلقة من الزعتر المجفف ونص كأس من الماء ونتركه على النار لمدة 3 دقايق طبعا على نار هادية. اهم اشي للبيتزا ترش طحين افضل ما انك تحطي زيت الذرة هنا عشان تسهل علينا. هننزلها
طبعا هنا خلي تتماسك مع الطحين. كل ما كانت العجينة طرية كل ما كان طبعا طعم البيتزا او حتى المعجنات بيكون افضل. هلا بدنا نقسمها طبعا على قديش مقاس اللي بدنا نعمله، تقريبا 6 قطع للبيتزا اللي بدنا نعملها. طبعا هلا حدهن الصواني اللي بدي احط فيها البيتزا. طبعا هحط معلش هنحطنا بالطحين زي ما انتم شايفين، هحطه بالشكل ده بنص الصينية ونفرده كده بس فرد بسيط ونسيبه يرتاح ونكمل بقية الصواني. هلا هنفردها ونحاول نسيب الاطراف تكون منتفخة عن الوسط. طبعا انا عملت هنا 2 في نفس الصينية لانه ما عنديش مقاسات اتساع كل الصينية، وعلى نفس مقاس الفرن. طبعا بننتهي من الفرد. طبعا هلا هنخرم بالشوكة داخل كل البيتزا اللي احنا عملناها. انتهينا طبعا من تخريبهم بالشوكة. هلا بدنا نحط الصلصة تبعت البيتزا، نفردها على كل البيتزا اللي احنا عملناها. هلا انتهينا طبعا شايفين الصلصة كلها ما كترناش، ليش المناسب حطينا عليهم. هلا بقى علينا من الجبنة. طبعا جبنة الجبنة هي البيزا، وجبنة طبعا شيدر، وجبنة الموزاريلا. الثلاث نكهات هدول هنحطهم مع بعض نخلطهم ونحط جميع النكهات عشان تدينا المغطى وتدينا النكهة الطيبة. هلا بدنا نحط الجبنة. طبعا سيبناهم يختمروا ربع ساعة. هنعيد تاني بالشوكة على بالوسط ونسيب الجوانب علشان الجوانب بدنا اياهم يكونوا منتفخين عن الوسط. هنعيد عليهم كلهم هلا ونحط الكلفة اللي احنا طبعا هنا هنحط حشوة صدر الدجاج على هاي الكبيرة ونرش عليها رشة بسيطة من الجبن. بنحط عليها ايش الجبن اشي خفيف، طبعا ما بدناش نكتر عليها من الجبن. طبعا الجبن الشيدر وموزاريلا عشان تكون افضل، لما تكون متشكل الجبن على البيتزا طبعا بيكون افضل. هلا بدنا نعمل البواقي. طبعا هلا بدنا نحط الباقيين، نحط عليهم جبن. طبعا كل واحد تكون الجبن عليهم كلهم. طبعا اللي بيخلص بنسيبه يرتاح ربع ساعة قبل ما ندخله الفرن. هلا انتهينا من تزيين، هنحطهم بالفرن طبعا على درجة حرارة 200-250 في الرف الأسفل، وتكون الحرارة طبعا احنا مشغلين الفرن من قبل. طبعا هيك بنكون انتهينا من تزيين البيتزا، وان شاء الله هلا بنحطها بالفرن ونشوف النتيجة بعد ما نخلص. طبعا شوفوا كيف هنا النتيجة، بسم الله ما شاء الله العجينة هشة ما شاء الله. اهم حاجة العجينة تكون هشة وبتكون طيبة. وبهيك بنكون انتهينا من حلقة اليوم عمل البيتزا، وان شاء الله تكون نالت اعجابكم، وياريت ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.